فالمفروض الخلق لا شك فيه، انا اثمن غيره الاخ الشيخ حازم. الشيخ حازم بارك الله فيه، واذكر انه من اول يوم قال هو كان في الميدان بعد ما اصدرنا البيان اللي هو رقم واحد بان احنا لنا اهداف مجلس رئاسي، حكومه تصريف اعمال، فك مجلس الشورى والشعب وحكام انقاذ وطني. فقال لي ساعتها انها المفروض الحقيقه ان الجيش تسلم السلطه ودلوقتي يعتبر ده انقلاب على الثوره، قال في الميدان. احنا دلوقتي من قدر الله ان الجيش تحمل المسؤوليه وحملها، احنا دلوقتي عاوزين ايه؟ نساعده، نمد يدنا اليه. طيب. وفي نفس الوقت نبقى حريصين ويقظين، مش هنقول ننام، انا مش بقول لك روح نام او نروح ننام، لا. لكن احنا دلوقتي الدكتور الباز ولا معرفش مين قال يا جماعه، لان انا شفت العدد الكبير اللي في الميدان بلطجيه، ودول قطاع من بني البشر انا لا اسخر منهم، دول ضحايا المجتمع. يمكن حضرتك تقصد تقول اولاد الشوارع يعني؟ في نوعين، بلطجيه دي صفه ذميمه، واولاد الشوارع دي صفه قدريه. بلطجيه، في بلطجيه اللي هم علمهم النظام السابق، نعم، اللي وقفوا على اسطح مجلس الوزراء، واللي وقفوا على سطح وزاره اللي هو مجلس الشعب، اللي جاف منهم يتبول على الشعب، واللي وقف يرقص ويقتل اخيرا ويقتلون. يعني في شباب ال 15 سنه اتقتلوا عند والحريق اللي حصل في المجلس العلمي، هذا لا يمكن يكون شباب الثوره حرق هذا، لكنه تواجد في اماكن لا ينبغي ان يتواجد فيها. طيب شيخ حازم، سمعت هذا الكلام دكتور جمال، ولك يعني الفقره الاخيره الان من الحوار مع حضرتك. فيك خير يا رب العالمين ويحفظك يا فضيله استاذنا، دائما الحقيقه تذكر بالثوابت، ربنا يحفظك. انا يعني الحقيقه يعني للايجاز انا اذكر نقاط محدده. نعم تفضل. النقطه الاولى ان جميع القتلى الذين قتلوا في احداث 25 يناير لا تزال دماؤهم معلقه حتى هذه اللحظه، لم يقضى على اي شخص من القتلى، ولم تظهر التحقيقات والادله الكفيله باحكام الادانه، واخفيت بمثليها وزير الداخليه محمود وجدي الذي احرق مستندات امن الدوله. كل هذا لم يحقق فيه برغم مضي 10 شهور من هذا القبيل حتى هذه اللحظة. الأمر الثاني أن كافة القتلى الذين قتلوا في عهد مبارك نفس المسألة، تركت المسائل معلقة لأنه إحنا لم نقف أمام عملية استشراء القتل والإيغال فيه. إذا كان قتلى ثورة 25 يناير دماؤهم معلقة، وقتلى مبارك معلقة، وقتلى 18 نوفمبر و 19 نوفمبر وما بعدهم معلقة، وقتلى شارع مجلس الوزراء معلقة، فالسكوت حقيقة في واقع الأمر هو عبارة عن إنه المنهج سيستمر. أنا منهج القتل مع الأسف، والنقطة المهمة انه صدقني فضيلتك، لو ان المجلس العسكري يوقن في داخله ان في اشخاص او في اتجاهات معينه اللي هي الاتجاهات القويه لا تقبل بحال من الاحوال هذا، صدقني ما كان ليقدم. لو انه عرف ان هناك من لم يقبل هتك عرض امراه في ميدان التحرير ما اقدم، ولذلك كونه يقدم، هو يقدم تحت مظلة من السقوط التي يرتجيها ويأملها، وبهذا يكون هذا السقوط ركن في الجريمة اللي فيها اعتداء. إنما لو أنه أدرك أن الفصيل الأعظم الذي يمكن أن يقف وسط جرارة لا يقبل هذا، ما مدوا يدهم على روح يسفكوها ولا على دماء اللي يسفكوها. ولذلك احنا بنراجع هل احنا فعلا سكوتنا هو الذي يؤدي بهم الى انهم يتشجعوا على هذا علشان امام الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضلتك تفضلت بكلمه رائعه اللي هي حد الاستطاعه، اللي هي سيدنا عثمان قال لهم انا ما يعني
وسيدنا علي قال لمعاوية ادخل فيما دخل فيه الناس عشان تستقر الأوضاع واعمل. فهو يتكلم عن حد الاستطاعة مش عن انه قدامهم مستثمين يقدر عليهم وهو بيختار واحد منهم، لا ده بيقول له احنا لا نستطيع. وهناك فارق بين ان احنا اللي عرفوا يجمعوا من 2 مليون و 3 مليون و 4 مليون في ميدان التحرير، لو ان كلمتك كانت كالرعد وحاسمه ما مدت يد لا على دم ولا على عرض. النقطه الاهم انه فعلا ميدان التحرير الان هو مفسده، ولكن هو مفسده بسبب انه 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 في تراجع عن النزول فيه فاخليناه فهم لقوه. ولذلك البلطجيه ده مش طرف مختلف عن المجلس العسكري، ده هو ده احد طرفي الكماش اللي بيمسكها المجلس العسكري، يمسك طرفي الكماشه، طرف هو النظاميه والطرف الثاني هو المستاجرين اللي طول عمرنا شوف انهم بيجوا في ايد المباحث لما تحب تدور انتخابات او تعمل غيره. احنا مش بنتكلم عن بلطجيه، عن طرفين مختلفين عن الطب. النقطه التاليه وهي في قمه الاهميه، انه ظهرت نفس جديده. انا يعني فضلتك لانه الحقيقه التفكير الاستراتيجي العميق هذا مما تتميز به فضلتك، انه النقطه العميقه جدا انه ظهرت نفس جديده من ايام في اللي هو الحديث بقى عن انه في اثناء الانتخابات البرلمانيه في ضباط جيش او ضباط شرطه او اي مكان بيعتدوا على القضاه في لجان الانتخابات وبداوا القضاه يتكلموا. انا اخشى انه ترك الاعتداءات دون ان يشعروا بحسم المواجهه يكون معناها ان الاعتداء القادم على قضاه لجان الفرد ليفسدوا اكمال العمليه الانتخابيه، ويبقى صحيح انتخابنا في السنه المجلس لكن السنه الثالث الانتخابات ما تمتش. فما لم يشعروا بأن امتداد أيدي العساكر النظاميين على أي شخص بما فيهم قضاة الانتخابات شيء غير مقبول، الله أعلم ممكن بعد أسبوع واحد يحصل ويؤدي إلى تعطل البلد كلها. ومن هنا تكون الوقفة الواضحة اللي تقول إن إحنا لا نسمح بامتداد اليد هي الإنقاذ الوحيد، وإلا كلنا هنبقى بعد كده هذه الايدي بمنتهى البساطه وبمنتهى ونبقى احنا اللي قدمنا. واللي انا عايز اقوله اهم من هذا كله انه سواء في واقعه 19 نوفمبر او في واقعه 17 ديسمبر، في الواقعتين كانت اللحظات لحظات من قمه الهدوء. يعني يوم 18 نوفمبر خفه المليونيه والناس روحوا، اللي موجودين 50 واحد ولا 100 ولا 200 وهاديين جدا. الذي مد يده الى هذا الهدوء واشعله جحيما كانت هي السلطه. وفي 17 ديسمبر الحادثه وقعت عند فجر الجمعه اللي هي لحظات من اهدأ لحظات القاهره على الاطلاق. كانوا الناس هادئين لدرجه انه بيلعبوا كوره، والكوره نطت في مجلس الوزراء ولا غيره فامتدت اليد. ولذلك انا لا استطيع ان استبعد ابدا مسألة تعمد تحويل لحظات قمة الهدوء إلى إشعال، ومحدش يقول لي طب يبقى احنا يصح إن احنا ما نمشيش معاهم في هذا، لأنه كل ما بيعملوا كده ونفسكم اللي بيحصل إنهم بيزيدوا. وسترى حضرتك إن الانتخابات البرلمانية نفسها ممكن تبقى عرضة ليعصف بها في المرحلة الثالثة بهذه الصورة. إنما لو المجلس العسكري ايقن ان في حد هيقف لن يسمح بهذا، اصلا هو لن يفكر في شيء من هذا ابدا. نعم. المجلس الاعلى للقوات المسلحه لا، هو صحيح القدر انه تحمل فعلا المسؤوليه، ولكن في الواقع انه لما تحمل المسؤوليه وهدأ له الناس، اذا بيه يبعث اثنين عساكر من عنده في التلفزيون ويروح قايل بمنتهى البساطة احنا هنفضل قاعدين نحكمكم لغاية السنة اللي بعد الجاية. مين اللي اعطى للعساكر انهم يعلنوا انهم هيفضلوا يحكمونا للسنة اللي بعد الجاية؟ ولولا نزول الناس ومواجهتهم لهذه الكلمة ما قدموا موعد تسليم السلطة. نعم. موعد سنة كاملة او 14 شهر، ده شيء مش بسيط. تمام. اذا في الواقع ما يجرى الفتنة
هو وضوح انه لن يسمح بالفتنه، انما لو اننا تركناها ده هيخليها تستشري اكثر. والجيش اليوم اللي هو المجلس العسكري في تقديري الحاسم انه خصم للاراده الشعبيه، خصم كامل وواضح للاراده الشعبيه، وانه ما لم يشعر ان الاراده الشعبيه تريد الهدوء لكن بدون ما يكون ثمن ده هو امن الناس ودمائهم واعراضهم، هيستمر في العصف الاراده الشعبيه تماما. النقطه التي لابد ان نضعها في الحسبان ودي لحظات خطيره لازم يلحقوها يا اما مش هيلحقوها، ان الاحداث اللي حصلت الجمعه اللي فاتت وما بعدها فيها تطور خطير. احنا قبل كده خلافنا كله كان مع بس المجلس الاعلى للقوات المسلحه وكان خلاف حول الممارسه السياسيه، انما بالاحداث الاخيره دي لما يبقى في افراد من الجيش بيمارسوا هذه الممارسات الاجراميه على مسمع ومرأة لدرجه ان البنت اللي عروها تماما بيضربوها كمان في بطنها بالاحذيه، يبقى احنا في اللحظات الاخيره قبل ان تنتقل المساله من انها بدل خصومه مع الاداره السياسيه فقط للقوات المسلحه، لا ده هم بيخلوا الوقت افراد الجيش هم اللي بيمارسوا ممارسه مباشره. والجنزوري طلع وقال الداخليه احنا منعناها او يعني ما دخلتش في الاحداث، فيبقى المساله بتتطور. ولذلك احنا درء الفتنه ياتي بايقاف استشراء القتل وهتك العرض وليس بتركها. على كل حال ما تفضلت به حضرتك كل الحقيقه يعني رائع جدا، ولكن انا كلما نظرت الى انه قتل 25 يناير لا تزال دماؤهم معلقه، صدقني الشيخ عماد عفت والبنت اللي قتلت والشباب اللي قتلوا والكلام ده كله ستظل ايضا دماؤهم معلقه ما لم يشعروا بان هناك من. ارجوكم اعلنوا اعلان واضح ان الاتجاه الاسلامي باعداده الكبيره لا يسمح بمد اليد على الناس. انا حتى لو زي ما الدكتور وسام تفضل مساله ان هي اللي هم اولاد الشوارع، اولاد الشوارع دول اللي هم بيسموهم بلطجيه ولا صيع، دول ما هماش، دول هم اللي موجودين في الشوارع بيتلقوا المظالم. فدول مش ناس مثلا ما دام اولاد شوارع ومش اولاد البيوت بنتركهم. احنا بس عايزين الاعلان القاطع الحاسم اننا كما اننا نرفض الوثيقه اللي بتعمل مبادئ دستوريه ونرفض ان تكون حرمه الناس واعراضهم، بس نقول كده، نقول نحسمها علشان ما يبقاش اعراض الناس مسترخصه بسبب ان احنا كلماتنا ليست بالوضوح الكافي. وانا اعرف ان حضراتكم اصحاب الفضيله الكرام ترون انه لابد من الدفاع عن الدماء وحقنها والاعراض الا يعتدى عليها، بس يكون واضح. وصدقني لو كان واضحا سيقف كل هذا العدوان. طيب ستسمع ان شاء الله حضرتك كل اراء مشايخنا الكرام، وانا بشكر فضيلتك على هذه المداخله واسفين للاطاله وشكرا لك شيخ حازم. بس انا قبل ما يغادرنا الاستاذ الدكتور حازم معانا؟ ايوه. لا انقطعت. اتفضل يا شيخ جمال لو اردت ان تعقب ولا تسمح لي اسمع كلام شيخ مازن. المفروض احنا بنتكلم في رسول الله، انا اتكلم عن نموذج المعارك كر وفر. في مؤته ذهب 3000 في مواجهه 200,000 للصقر من الروم لانهم قتلوا الحارس بن عمير الازدي وقتلوا 19 من القراء في غزه تطلع. المعركه اليوم الاول قدموا 12 شهيد. خالد بن الوليد لما اخذ الرايه ادرك انه امام جحافل من الجيش يعني 200,000 عمليه استئصال، فاتخذ قرار بالانسحاب. لما وصل المدينه الاولاد ضربوهم بالطوب والفرار، فقال صلى بل الكرار. نعم. المعركه كر وفر. نعم. واختار ارض المعركه. يعني المفروض لما اجد هناك بيصطادوني يبقى في الميدان. اعمل حاله من الانسحاب المؤقت مثلا. نعم. عارف المفروض احنا انا يوم 4 يوم 18 الشيخ حل المشكله. يوم 18 مش هتنقلوا حاجه. يعني انا يعني خرجنا كان مع الشيخ نشأت وجدنا من يسمون بالبلطجيه في الميدان، قلنا له في حاجه هتحصل بكره. شيء طبيعي. احنا بحسنا كشباب سائر لم اعرف ان في محنه هتظهر
ويحصل ضرب انسحب. ايه فيها دي؟ صحيح. لا يتعارض مع الكلام اللي الدكتور الاستاذ حازم بيقوله. صحيح. لكن انا بتكلم النهارده عارف ان دي ان في ناس بيستدرجوك. اترك الميدان في الوقت ده وتخير وقت اخر واعمل وقفتي وامشي بعد كده، لكن يفهم ان الشعب غير راضي. نعم، اذا دي نقاط نريد ان نؤكد عليها. يبقى عشان بس الناس تفهم ان احنا مش بنقول له المكان ده غير صالح، ده احنا بنقدم للمجرمين للقتلة سفاك الدماء الذين لا يرقبون في مؤمن الا الزدة، بنقدم له صيدا طاهرا صيدا جاهزة. يعني الشيخ عماد وشباب وانا اعزي زوجه ما شاء الله القوية يعني التي استسلمت لأمر الله. يعني ايه الحكمة ضالة المؤمن؟ لا نقبل ولن نقبل، يعني خلي بالك كون ان احنا صابرين لان عندنا، ولن نقبل الالتفاف على العملية الخدع. احنا بعنا والله اشترى، ان الله اشترى من انفسنا اموال، لن نقبل بالالتفاف على الثورة بإذن الله، وبعنا ونسأل الله ان يغنمنا الشهادة، ونحن نسعى لتحرير مصر من سوق النخاسة. مصر الان في سوق النخاسة، لا حرمة لأعراضها ولا لدمائها ولا أموالها. الآن كان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، كل وفلول النظام، مش الفلوس ده النظام كله، الآن يتآمر على عمتنا. لكن هذا يستلزم الحكمة ويستلزم الفكر الاستراتيجي. نعم. والوعي. مش عاوزين كل يوم، لأن احنا أي دم غالي بيخلينا نكتئب نزعل لكن احنا الواحد اللي شفنا المثال، استعينوا بالصبر والصلاة. ربنا الرسول علمنا قم الليل إلا قليلا، وفي الاخر ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. الزوا بهذا الجلال والاكرام. عاوزين الربانيه. ثوره يوليو 25 يناير ثوره ربانيه، والشباب اللي قدمت ارواح شهداء الالاف بالجرحى والقتلى دول، ده ربنا سبحانه ده كان القربان اللي تقبله ربنا وانعم عليه بهذه النعمه. لن نفرط يا استاذ حازم، ونحن معك في 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 في, في, في غيرتك. ما فيش والا لان ربنا غار والمسلمون غارون. أنا أذكر المعتصم لما سمع أن امرأة مسلمة في عمورية اعتدى عليها واحدة، أسارها واحد اسمه الإمبراطور سيوفيل بن ميخائيل في شهر رمضان سنة 226 هجرية. فلما وصل قالت ومعتصما، فتوجه على طول في شهر رمضان إلى حصنه وحطم حصن عبد الطارة وحرر المرأة المسلمة وقال لبيك يا ابنة العم. بل إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما حاول يهودي أن يعري امرأة مسلمة يعريها، جلست عند اليهودي بتشتري عنده حتة ذهب، فخد حاول يربط، وبعدين لما قامت اتعرت المرأة المسلمة فصرخت، فقال صلى الله عليه وسلم يا خير الله اركبي. لما خزاعة استغاثت بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن بني بكر يعني قتلوهم في حرم الله الآمن ركعا وسجدا، واستغاث بالرسول عليه الصلاة والسلام فقال نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي لأن انتهكت حرمات المسلمين. فلذلك أنا بقول يا مجلس يا عسكري يا حكومتنا يا أبناء القوات المسلحة يا قوات، لازم تحاسبوا الناس. احنا الجيش والله مستهدف، أنا عندي إيدي مخططات من 92، الجيش بالذات المصري مستهدف، وانا رغم الظروف دي انا بقول احنا هيبة الجيش هيبتنا الان لازم نحرص على هذه الهيبة حتى نعبر بسلام الى بر الامان. فدي القضية اللي احنا مش معنى هذا بنختلف او نسلم نفسنا وهنسلم او نسمح، لا والله اعلم. نعم، جزاك الله خير دكتور جمال، شكر الله لك هذه الغيرة الطيبة. دكتور مازن، يعني سمعت هذا الكلام الذي بفضل الله يعني لما تناقش الجميع واضح ان الهدف واحد والاتجاه واحد، و يعني إن اختلفت الرؤى قليلا فالاتجاه واحد. لكن الحقيقة احنا بنربط في جلستنا الليلة بين الرؤية الشرعية والرؤية الإعلامية. هناك من الإعلاميين المشهورين مثل يوسف هودة الآن يستغل مثل هذه الروايات التاريخية ومعتصمها ويا خير الله اركبي إلى آخره، ويقول في يعني للتيار الإسلامي في سعيكم المحموم لتطبيق الشريعة حرق المصحف وقتل الشيخ وسحلت النساء وكشفت عورتهن، أي شريعة تبغون؟ شريعة الذل والخضوع. طبعا هو حريص على تطبيق الشريعة. تعليق حضرتك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا ما يسميه العرب تكبيرة من حارس. هذه تكبيرة من حارس. هذا الرجل طبعا أو أمثاله كثيرون يريدون أن يؤججوها فتنة، ويريدون أن يلجئوا إليها التيار الإسلامية كله لينفذوا المخطط الأكبر الذي تتكلم عنه المشايخ. وأنا سيكون لي يعني تعليق على ما قاله أسيادنا، وقد استفدت كثيرا من هذا الحوار الماتع وهذه المشاركات الطيبة من مشايخنا الأجلاء حفظهم الله جميعا. لكن هؤلاء مؤججوا الفتن الذين يريدون أن يوقعوا صف الإسلامية كله في فتنة لم تحسب حسابتها، وهم يريدون ذلك. ولا يمكن أن يكون التيار الإسلامي بهذه السذاجة المفرطة التي يتصوروا بها أعداؤه حتى يسخنوه بمثل هذه الأمور التي لا تخفى علينا. يعني لا يختلف أحد قط كما قال مشايخنا الأجلاء في حرمة دم المسلم، وفي أن مثل الذي يجري هذا لا يصيغه أحد أبدا ولا يرضى عنه أحد قط. لكن القضية ليست في هذا، لا ينبغي أن نقف نزايد على ذلك، لا ينبغي أن نصنع من مثل هذه المسلمات مادة للمزايدة على من ذهب ومن لم يذهب ومن قال ومن لم يقل. يعني أنا مش مضطر أن أنا أقعد أقول ثوابت عندي، أنا ثوابت عندي ثابتة جدا أن دم المسلم يعني عند الله تعالى أغلى من الكعبة، وأن كذا وكذا، وأن دماءكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أنا مش مضطر أن أنا أقعد كل شوية أقول هذا الكلام وهو عندي مسلم لم يأتي ما ينقضه. أنا ما عنديش حد جه وقال أن هذا الكلام إحنا رجعنا عنه وإحنا غيرناه أو انتقلنا إلى مرحلة أخرى. هذه ثوابت عندنا لا تتغير. لكن هي القضية الكبرى التي يغفلها أو يغفل عنها كثير من الناس هي قضية منهج التعامل مع هذه الأحداث، منهج التعامل مع هذه الأحداث. هذا ما بين فضيلة الشيخ دكتور جمال حفظه الله تعالى لما ذكر موقف خالد بن الوليد في يوم مؤتة. كان الممكن أن خالد يقول الله قتل ثلاثة من كبار المسلمين والجيش كاد يهزم، وأنا لو بقي لأنا لو رجعت أصير شخص ضعيف، وهذه في كسر لهيبة المسلمين، أنا هدخل أقاتل حتى آخر جندي معي. كان يمكنه أن يغامر هذه المغامرة ويرجع بلها ويرجع وحده، أو لا يرجع أصلا ولا أحد يرجع معه من المسلمين. لكنه آثر على ذلك الحفاظ على المصلحة الأعم الأكبر، رعى ما هو أعظم من هذه النظرة الضيقة، ولذلك رأى أن يفر بالجيش ويرجع. وكان رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هؤلاء هم هؤلاء كرار وليسوا بفرار، إلي عاد وأنا فئتهم وإلي رجعوا. يتأول قول الله عز وجل في 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 في, في المستثنى من المنهي عنه من الفرار. فهي القضية التي الآن يدور حولها الكلام كله لا ينبغي أن نختصرها في هذه الصور. ما لا يختلف لا أنا ولا العلماني ولا الليبرالي على أن أحدا لا يسيغ أن تجرجر امرأة من شعرها وتعرض، ده ما أمر مرفوض بداهة يعني، ولا أحد يرضى بقتل أحد إطلاقا لما العمر ما كان ده حتى وإن كان مجرما أو فاسقا، حتى يعني في ضوابط، في ضوابط حتى المجرم القاتل الفاسق البلطجي له ضوابط قانونية، بلاش أقول شرعية يعني، حتى القانون بتاعهم الوضعي واضع لهذا الأمر ضوابط. مش ممكن حد ينادي بالفوضى. هذا الذي يجري الآن دعوة للفوضى حتى تخلق الفوضى كيانا جديدا لا يرضي هؤلاء الذين دخلوا بالعملية السلمية وما نفعتش. جماعة اللي عايزين يجرجروا الناس للسكة دي عامتهم، إذا حققت فيهم رأيتهم ممن خرجوا من هذه المعركة الديمقراطية بلا ناقة ولا جمل. هم كانوا فاكرين نفسهم يطلعوا بنص المجلس أو ثلاث أرباع ولا حاجة كما كانوا يهمون أنفسهم، ويضحك عليهم أخوانهم من الغرب والشرق. فلما قامت المسألة وخرجوا بخفي حنين ولم يحققوا شيئا يذكر، أرادوا أن يهدموا هذا المعبد على رأس من فيه ويبنوا معبدا آخر على مزاجهم. ولا ينسى أحد في الوقف الأخير في 18-19 لما الشباب تمخرت أفكارهم عن إيه بعد ما أخذ يدعون لينزل الإسلاميون وأدركوا إخوانكم في التحرير والغير على كذا، ونزل الناس في آخر أمر ما الذي تم؟ نادوا من التحرير بوزارة وطنية يرأسها الدكتور البرادعي. ده الرجل ما نزلش أصلا التحرير. يعني كان المنطق لو حد فكر بالمنطق كان يقول يرأسها الشيخ حازم طلع بإسماعيل اللي دعا لهذا الأمر كله. هو نزل غار على الناس ووقف وأخذ يحشى الأمر وحصل اللي حصل، واخد بالك؟ وغضب منه كثير من إخواني بسبب هذا الموقف، والراجل كان عنده حرص وغيره معروفة لا يختلف عليها أحد. لكن كان المنطق يقول والله وزارة برئاسة الدكتور الشيخ حازم، لكن فوقنا بيقول لك وزارة برئاسة الدكتور البرادعي اللي ما نزلش أصلا ميدانا إلا بعد ما خلصت المعركة، نزل ساعتين وروح. يعني هناك مخطط كبير يراد منه أمران، يراد منه تصفية التيار الإسلامي أو إيقاعه في حرج شديد أمام الرأي العام والعالمي
ثم تمهيدا للقضاء عليه على إثر هذه الغلطة الشنيعة واللي حصل من مقتل أخينا الشيخ عماد رحمة الله عليه وغفر الله له ورحمه وأخلف على أهله اللهم أمين. ده كان هيحصل بصورة موسعة أكثر لو نزل الناس قبل ذلك أو لو نزلوا النهاردة أو بكرة، لو لما ينزل مجموعة من المشايخ كما قد أشيع يومئذ وطلع أن ده الخبر ده جاي من المخابرات أن هم يقولوا ينزلوا عملوا دروع بشرية، المشايخ ينزلوا بنفسهم يعملوا دروع بشرية في محمد محمود أو في مجلس الوزراء، وينزل المشايخ ويضربهم القناصون ويقولون والله ما نعرفش مين ضرب. طيب يعني بعد ما نموت المشايخ ونخسر رؤوسنا ونصير سلة من الرعاع ملناش كبير يمشينا يمين ولا شمال، مين اللي موتهم؟ يقول لك والله ما ندري، احنا سنحقق في الموقف وان شاء الله احنا زعلانين عليهم قوي ونعمل لهم ميتم كبير قوي وهنجيب لهم قادة الشرق الغربي يعزوا فيهم كمان، وبعدين خسرنا كل حاجه. وعلى اثر ذلك يبني هؤلاء الفوضويون اللي هم اتباع الثوره هم كلهم قاعدين في بيوتهم. العجيب ان المنير الناس اللي نزل التحرير الان ويقول لهم انزلوا عن القصر العين وعند محمد محمود الان وقبل هذا اللي هم عاملين يغنوا على هذا الفيلم كلهم جالسون قابعون وراء الكاميرات وفي بيوتهم ويحرضون الناس. يصبح الناس فوضى، لا يصبح الناس فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، رأي الجماعات لا تشقى البلاد به أبدا ورأي الفرد يشقيها. في القضية يا أخوانا منهج التعامل مع الأحداث مش إن أنا بأقيم الحدث الضخم هذا من خلال جزئية بسيطة يقول لي والله ترضى ما يحدث المرأة التي سحلت في الشارع؟ لا أرضى بهذا. طب بس أعمل إيه؟ ده الموضوع الخلاف إن أنا غير راضي. ترضى بمقتل الناس؟ لا أرضى. طب هتعمل إيه؟ أنا هعمل بقى الذي تفرضه المصلحة العامة، لابد أدرس الأمر جيدا وقيم المصالح والمفاسد على كل خطوة أخطوه، أضع أكثر من سيناريو لتحركي. أنا هتحرك يمين، طب هيحصل كذا هعمل إيه؟ طب حصل كذا هعمل إيه؟ نظرة استراتيجية واضحة لأكثر من خطوة، يجلس أهل الحل والعقد. وهذا بهذا تنصلح البلاد. ما ينفعش أبدا يكون الموضوع هكذا متروك لرأي الشباب، يبقى كل شاب قاعد على النت في البيت ومأنتخ معلش كما يقولون وعمال يكتب بمزاجه بهواه كما المفروض الشيخ ده يعمل. مشايخ له كلهم خونة وهؤلاء مستبطون وهؤلاء نائمون وهؤلاء أتباع المجلس العسكري. هذه فوضى لا يمكن أن نرضى عنها أحد أبدا. لابد يكون لك نقطة نظام، نقطة نظام كيفية التعامل مع الأحداث بيانها الله عز وجل في كتابه العزيز في أكثر من موضع. النهاردة برضو لما تصور هذه البنت وجرجروها والبتاع وركزوا عليه، عارفين هذا الذي يسخن الإسلاميين، ده هم عشان خطر واحد اختطفت في الكنيسة قلبوا الدنيا. طب واحدة بقى هبت بتقطع على الأرض وتهان وتعرى، هيهيج بقى المشايخ بقى اللي هم المفروض الناس الطيبين المغفلين دول اللي مش فاهمين حاجة وهينزلوا هيجوا في الشوارع ينزل التانيين يخسروا فيهم وتقوم بقى فتنة كبيرة على إثرها. يكون الحل الوحيد إيه؟ الحل وقف بقى كل حاجة دلوقتي، إلغي مجلس الشعب وإلغي الخطة، ما عادش ينفع الكلام ده خلاص، والآن نوضع بقى ونعمل حل من التحرير والحل جاهز، الحل جاهز، عبده مشتاق قاعد ومستنى اي حاجه اي حاجه، هو مش ولا مش هيجي باي طريقه غير بالتحرير غير بالفوضى والهمجيه اللي بيسموها الفوضى الخلاقه. فانا بقول ان هناك منهج نحن جميعا دائما ما نستغرق في التفاصيل ونركز على امور هي مهمه جدا لكن ننسى المنهج، المنهج الذي يقود العمليه كلها واللي احنا المفروض ما نغفلش عنه. الله عز وجل قال في مثل هذا، قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أعظم ما يعني يضر التيار الإسلامي الآن مش كلام أعداؤه فيه، ما هو لن يرضوا عنه أبدا، يعني عمر ما الليبراني هيقول للمسلمين جزاكم الله خير لو هم نزلوا التحرير، لو هم نزلوا وأنقذوا الموقف ويقول لك دعاة فتنة، لو ما نزلوا يقول لك خونة وجبنة وقاعدين في بيوتهم وسايبين البلد تتحرق، لن يرضى عنك هؤلاء سواء فعلت أو لم تفعل. فيبقى أنك ترصد في فعلك كله المصلحة العامة، المصلحة دي موضع خلاف. يعني كما قال أسيادنا الكرام أنا أرى أن المصلحة النزول، وفضيلة الشيخ حازم يرى عكس ذلك، وفضيلة الشيخ جمال يرى خلاف ذلك، يرى رأيا ثالثا. تبوا الحل وأولئك الناس كلهم رموز المجتمع ويسير وراءهم مئات الألوف بل ملايين الناس يسرون بسير هؤلاء العلماء، فهو الحل أن كل واحد يتصرف برأيه. أنا أرى مقتنع بهذا فأجمع فريقي وأتحرك وتجمع فريقك وتتحرك ويجمع الدكتور فريقه ويتحرك ويصير الناس شذر مذر ونتفرق أثر ما نحن متفرقين، ده مش حل إطلاقا. عمر ما كان ده حل مصلحي لا في البعيد ولا في القريب. الحل ما أمر الله عز وجل به، يجتمع كل هؤلاء ويصير هناك مجلس شورى. يعني أنا لا أتصور إطلاقا بلد تقاد بغير أهل حل وعقد وبغير شورى، يعني مش ممكن ما ينفعش. يعني أنا لا أرضى هذا لأحد قط يتحرك وحده. الواجب على كل رجل من أهل العلم أن يسعى لأي مجمع يظن فيه اجتماع أكثر من رأي من أهل الفضل ويثق في هؤلاء الناس حتى ويتغاضى عن خلافات الجزئية وعن الأهواء النفسية، لأن كثير من الناس الذي يحركه الهوى النفسي أحيانا
ان هو مش عاجبه ان قامت من غيره من في البدايه مثلا ولم ياخذ فيها مقاما عليا فما ينفعش ينضم تابع عايز يبقى راس. ده مش وقت مثل هذا صراحه. فانا باربأ بمشايخنا ودعاتنا وعلمائنا واسيادنا وقاده الراي والفكر فينا وكبرائنا ان يضيعوا الامه بمثل هذا الامر. الكل الان المفروض ان هو يجتمع تحت اي مسمى بعيد عنها. لو حد متضايق منها من اسم من هذه الاسماء يبقى نقعد في الشارع مش نقعد في الجامع مش مشكله. ويدعى كل من له رأي وله مساس بالعملية الحاصلة دي الآن وينصرف الجميع عن رأي واحد فقط ويرضخ المخالف للموافقين إذا كثروا. مش دي الديمقراطية اللي نحن الآن بنصورها الآن وبنمشي في ركابها الآن؟ ودي الشورى اللي الإسلام أمر بنفسه كم في كم موقف ترك رأيه الرأي الجماعة هو رسول الله في يوم بدر نفسه كان له رأي وكان لأصحابه رأي آخر في يوم أحد كان يرى أن يقاتل من داخل المدينة ولكن أصحابه حملوه على الخروج فلبس لأمته ولما لبس لأمته واستعاد للخروج قالوا له لقد كأننا أرغمناك فنرجع لرأيك. قال لا الموضوع انتهى. ففي كم موقف ينزل النبي وهو رسول الله وسيد الخلق والمعصوم وصاحب الرأي السديد ما أحد يمكن أن يطاله في هذا ينزع رأي أصحابه وهم جميعا أقل منه قولا واحدا وأضعف رأيا وأقل نظرا. لكن هذا هو هذا تعليم للأمة في مواطن الفتن والنزاع الضخمة لابد يكون هناك اتجاه واحد مش اتجاهين. احنا مش ناقصين. أنا أقول هذا وأدعو جميع الأطراف وطبعا أخص من ذلك فضيلة الشيخنا الكريم أنا ما أحبش أسلم عليه إن حسيت أنه واقف على التليفون الشيخ حازم حفظه الله تعالى ورجل الآن يعني يضع نفسه في مقام هو أهل له إن شاء الله ورجل يتصدر لأمر فيه قيادة البلاد. أنا لا أرضى له أبدا أن يسير بلا شورى أبدا أبدا وحتى إن خالفوا رأيه فليرضخ رأي الجماعة. فهذا شأننا بأمثال هؤلاء الأكابر. الشيخ حازم رجل من أهل الفضل الأكابر جميعا نحبه ونعتقد أنه من خيرة من في ديارنا وأنه يصلح لأمور كثيرة عظام. نسأل الله أن يوفقه لكل خير. لكن ما ينفعش أبدا وده الذي يحز في نفسه وفي نفس كل محب للشيخ حازم إن هو يتصرف أو وإن كان رأيه هو الصواب وإن كان رأيه هو الصواب في نظر نفسه وقد يكون صحيح أحيانا. أنا أعتقد إن هو رجل عنده من الخبرة والعلم بخبايا الأمور والدخول في مضايق السياسة ما ليس عند كثير من أهل العلم اللي هم بعيدين عن هذا الباب. لكن يجب أن يجلس معهم ولا يتحرك أبدا إلا إذا اتفقوا جميعا على رأي إما رأيه الصواب إن كان صوابا وإما رأيهم الخطأ إن كان خطأ.